النادي الاهلي وسط مجموعه الى حد ما متوازنه، فيها النجم الساحلي فريق عريق وحصل البطوله، فيها الهلال السوداني فريق كبير ووصل للنهائي مع النادي الاهلي 1987، فيها كمان بلاتينيوم الزيمبابوي. اعتقد لو استعرضنا بطولات او لقاءات او مواجهات النادي الاهلي مع الفرق دي وخاصه النجم الساحلي هنلاقي فيه 11 مواجهه، 3 فوز الاهلي 3 فوز للنجم وخمس تعادلات، في الوقت اللي الاهلي مع الهلال 2 فوز 2 تعادل 2 هزيمه. اعتقد يا فارس لو لقينا الضوء على النتائج دي هنلاقي ان البطوله صعبه، المجموعه صعبه خاصه انت بتتفوق على فريق فيهم. لما يتقال ان دي اسهل مجموعه في مرحلة المجموعات يبقى أكيد أنا مش مدرك الفرق اللي مع النادي الأهلي. فريق النجم لعب ماتشين في الدوري التونسي عنده 4 نقاط، متصدر الدوري هو فريق اتحاد منستير التونسي لعب 4 مباريات عنده 10 نقاط، بمعنى أن النادي النجم لو فاز في المباراتين الفارقين يوصل كأول الدوري. عايزين نتكلم كمان في فريق زي الهلال اللي مع النادي الأهلي في المجموعة. الهلال نتائجه مع النادي الأهلي طول عمرها تت تت، فوز 2 تعادل 2 فوز للهلال 2، انت بتتكلم في ارقام متساويه. عايزين نقول ان الهلال في السودان دايما من الفرق المرشحه للدوري. الهلال في السودان حاليا ممكن تقف وتقول لي ده في المركز العاشر، بس عنده 6 نقاط من 4 مباريات. المركز الاول فريق الفلاح عنده 4 مباريات لعبهم 9 نقاط، بس المباراة الوحيدة اللي خسرها من الهلال وبنتيجة 5-0، نتيجة كبيرة. وأعتقد أكيد ما نقدرش نقول إن الفرق دي ضعيفة، خصوصا حتى بلاتينيوم نفسه كان عندك ملحوظة، هو في المركز الثاني حاليا والمركز الأول كابس يونايتد. الدوري الزيمبابوي ممكن حد يقول إنه دوري ضعيف، فعندك ملحوظة مهمة يا أحمد فيما يخص. لا هو فريق برضه يعني بلاتينيوم هو رقم 4 في التصنيف، وده إذا كان حد بيتكلم عن البطولة السهلة فهو بينافس كابس يونايتد اللي فاز على الزمالك 3-1 وكان سبب مباشر في خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات في 2017. لكن الحقيقه بعض الاعلاميين او تحديدا اعلامي الاستاذ احمد جمال بيقود دايما فكره ان الزمالك دايما بيقع في المجموعه الصعبه في القرعه، والنادي الاهلي دايما بيقع في المجموعه السهله في القرعه. يمكن حتى كمان كان بيستشهد بموقف غريب جدا، قرعه الدور ال 32 او الثاني في الكونفدراليه لما الزمالك قابل اتحاد طنجه المغربي، اتكلم عن العراقيل اللي اتحطت للزمالك بالفريق ده وان ده مطب صعب جدا، في حين ان النادي الاهلي في مجموعته فريق شبيبه الثوره الجزائري وكان اول مره يسمع عنه. لكن الحقيقه الاستاذ احمد جمال لو كان تعب شويه في البحث فريق اتحاد طنجه خرج من مين في دور ال 32 في دوري الابطال كان هيعرف ان هو خرج من فريق شبيبه الثوره اللي هو شايفه في مجموعه الاهلي سهل جدا، اما اتحاد طنجة المهزوم من شباب الثورة كان في طريق الزمالك عقبة وعرقلة وموضوع في جو مؤامراتي بحت. لا ده مش كده وبس، كابتن حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بمناسبة المجموعات السهلة والصعبة خرج علينا بتصريح قال فيه كنا عايزين الأهلي معانا في المجموعة، بنحترم كل الأندية وليس مازيمبي فقط. طب يا كابتن حمادة الأهلي اللي انت عايزه معاك في المجموعة تعرف نتائجه معاك في دوري ابطال افريقيا، 8 مواجهات 5 فوز للاهلي 3 تعادل، الزمالك ما فازش على الاهلي في دوري ابطال افريقيا، غير كل مره كنت بتبقى معانا في المجموعه كنت فقل حسن ان احنا بنتوج بالبطوله. اعتقد لو بنتكلم بادنى حسابات منطقيه انت اكتر فريق ممكن تتجنبه انت او اي فريق في افريقيا هو النادي الاهلي. ده في نقطه مهمه كمان يا فارس، النادي الاهلي يواجه نادي الزمالك في الدور قبل النهائي في بطوله 2005، فاز النادي الاهلي ذهابا وايابا 2-1 و2-0، وكان وقتها رئيس النادي الزمالك هو رئيس نادي الزمالك الحالي وصرف مكافاه اجاده للاعبي نادي الزمالك على اجادتهم لعب المباراه امام النادي الاهلي. اتوقع تصريح غير مناسب جدا من المدير الاداري لنادي الزمالك، مش ممكن ابدا الفريق اللي انت كنت بتصرف مكافاه للاعبيك ان هم انهزموا منه ان انت تتمنى وجوده معاك في البطوله، خاصه زي ما استعرض فارس النتائج وزي كمان ما قلنا ان دايما طريق النادي الاهلي في مواجهه الزمالك في افريقيا بيصل لمنصه التتويج. معانا حاجه تانية، كابتن خالد الغندور اتكلم عن فكره تاجيل مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك قبل مباراه جينيراسيون لراحه نادي